أول تصريح للرئيس العليمي فور وصوله إلى عدن برفقة هذا النائب. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. عاد الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم، ومعه عضو المجلس الدكتور عبد الله العليمي إلى مدينة عدن. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرصه وإخوانه أعضاء المجلس على مشاركة المواطنين، همومهم وتطلعاتهم المشروعة لتأمين الخدمات الأساسية وفي المقدمة الكهرباء والطاقة وسبل العيش الكريم. وأكد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي بالمضي قدما في تهيئة الظروف المناسبة لاستقرار عمل مؤسسات الدولة وقياداتها والوفاء بالإصلاحات الهيكلية والمالية والإدارية، وذلك لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتحصين الجبهة الداخلية في المعركة المصيرية ضد الحوثيين.